أكتر من 30 مصنع في مصر حاليا ماشي، شكوتنا كلها من الإغراق التركي. بمعنى أنا النهاردة عندي في مصر تقريبا أكتر من 150 ألف عامل شغالين في مصانع السجاد في مصر كلها. لما تحسب إن بنتحارب حرب ضروس من المصانع التركية اللي بتدخل السجاد مصر، شكوتنا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يغيتنا او يستعجل الموضوع من القصة دي، لان خلاص احنا اوشكنا على يعني على الانهيار اصلا، حفاظا على العمالة، حفاظا على الاقتصاد. يعني بتكلم دلوقتي وببعت استغاثة لمجلس الوزراء والرئيس السيسي يشوف لنا حل للمشكلة اللي احنا فيها. احنا من المصانع اللي شغالة جديد في السجاد بقالنا فترة قليلة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس لدعم الصناعة في مصر، وواجهتنا شوية صعوبات بالنسبة للمنتج بتاعنا. المنتج بتاعنا بينزل مثيله من تركيا. الموضوع ده عامل لنا مشكلة في مشكلة توزيع الشغل وتصريف الشغل، وبالتالي بيأثر على حجم الإنتاج. أنا ما بيعش الشغل، بحاول أقلل من العمالة وأقلل من عدد ساعات العمل عشان ما يبقاش عندي شغل متكدس. فبناشد السيد رئيس الوزراء بحيث إن احنا يا إما يمنع الاستيراد أو تفرض رسوم جمركية عليها بحيث إن يبقى الأسعار متوازية والزبون يحاول يقارن ما بين المنتج بقى من ناحية الجودة والسعر يبقى قريب من بعضه. اللي انتوا شفتوه معايا ده في التقرير اللي فات دي استغاثة من بعض التجار صناع السجاد. ليه بقى الناس دي بتستغيث؟ علشان توقف عملية استيراد السجاد من تركيا بالذات، او حتى تفرض عليه نفس القيمة اللي بتتفرض عليهم في السجاد المحلي، عشان في الاخر يصبح في كفاءة في السعر، او هم شايفين نفسهم مظلومين جدا ان ليه احنا كمصريين بنصنع سجاد محترم ينافسنا منتج تركي. ففي الحقيقه بعتوا لنا الاستغاثه دي بيقدموها للسيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والسيده نيفين جامع وزيره التجاره. هما يا رب اتمنى من ربنا يكون وصل صوتهم، لان هي فعلا ازمه حقيقيه. ما دام عندي منتج صالح للاستخدام، سؤال حيرني جدا، في منتج زي الفل اهو صالح وجيد جدا وجوده عاليه جدا، ليه ما نوقفش استيراد السجاد من تركيا ونسيب ولادنا ومصانعنا تشتغل؟ يعني يا ريت نبت في الامر ده من الساده المسؤولين.